بيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي شكري وزغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشي جينا تيبين سنك ونشيل همومك عنك لو اخذوا الفرحة منك معنا بتصفي غاشي عد في بيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي شكري وزغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشي كنت مني الموضوع يا سيد شكري لك يا فهمان انا كل شيء في مصوري بقلبه ما بفهمه صعب لا استوعب رجع فهمني الموضوع من اوله مش فهمان نعم ضيفني سيجارة ما انا على علمي انه انت دايما بتقول شريط الدخان حرام معلوم حرام بس اذا ضيفة حلال ضيف فضل ممنونك شوف يا سيد شكري مثل ما بتعرف بهالايام هيدا ايام الكرم يعني شو؟ ايام الكرم ايام رمضان كريم ايام رمضان في ناس بيبقوا هيك نوتيين بخلة نشح بيعرفوا شو قصدك نشح وبخلة؟ شو بك مبلش فيني؟ لا يا ليش انت منهم؟ لا انا منين منهم بس شفتك عم تتطلع فيني وتوجه كلامك لألي لا يا شكري اذا بتقصد عيني هيدي عم تتطلع فيك انا بقلع وحط منن كفي القصد يا شكري انه هدول البعض مبحثين من المال بهالايام يعني لما بيساعدوا الناس الفقراء المحتاجين يعني بتنمي حقهم شويه توبيه يعني بيجيهم هيك خير يعني بيعودوا شوي عن ما اخطاوا مشان هيك بيبقى في ناس هدول اللي فكرك منهم يعني يا لطيف في دول ما بيطلعوا عن ضريبه بدي اعرفوا يعني ما تاخذني بهالكلمه يا محترم سيد شكري يعني تفو على مين تفو عليهم قليلة معك حق فنحن درسنا موضوع ان مين في اليوم بالحي محترم كبير شخصية مهمة ابو الجود والكرم ذات الاسم الطيب الكبير يلي كل الناس بتحكي فيه وين ما رحت وين ما جيت السيد شكري شاكر شكر الله نشكر الله شي معلوم شو هالتعبير هيدا شو هالكلام لك شو هالفلسفة اللي جبتني فيه هيدا كلام كل الناس هي شكري حوش بقى هيك بيقولوا عني طبعا بيقولوا انا اهل الجود والكرم طبعا يا حفيظ مشان هيك مشان فكرنا بشغلة شو هي في ناس بالعيد بتبقى محتاجين ما معها ليرة ما معها شيء ما معها تشتري وليد ما معها تشتري قميص لابنهم بنطلون طباق شو قلنا نحن منروح على بيوت من لملم التياب ومنجيبهم المنيح شوي منكوي وننسى ومنضبط بو واللي ما زيادة منحطه هيك على البسطة ما في المحل اللي هون تاعك المسكر هذا فاضي ما في بقلبه شيء منحط هيك الطاولة ومنحطهم عليه شو بنعمل طريقة؟ شو بتعمل طريقة؟ لحتى الزلمة اللي بده يقعد ما يحس حاله عم نجحده عم نعطيه مضبوطة منهم منحطهم ومصير من نادي القميص بثلاثة بنطلون بخمسة هديك بليرتان هديك بكذا هديك بكذا بصير الزلمة بياخد البضاعة وما بيحس حاله انه عم شعب تصدق يا فهمان هيدا احلى مشروع بعرف انا بعرف دول اللي بوزعوا تياب يا حرام بيروحوا هيدي بتاخد اربع خمس اولاد هيدي ست اولاد بيلاقوا صباط على قد اجر ابنا ما بيلاقوا تياب على قدهم بيقوموا بياخذوا حي الله هيك بينقل بالدنيا ونطلب يا سيد شكري عن محل ضيافه كبيره هذا تبرعات السيد شكري شكر الله وقال الله واحد بوصل الخبر للتاني والتاني للتالت وبيطلع صيتك لبرا وبيوصل على بلاد الأوروبية وعلى الأمريكانية وقد يجوز يوصل اسم المتبرع الكبير ذات الفكرة الكبيرة إلى الأمم المتحدة يا سلام خذ على أغنياء هالبلد الموجودة هون يلي معها مليارات بيقولوا العمى هيدا الشرشوع شكري يلي معه شي بسيط يلي العالم بتفضي عليه عجبتني عم يعمل وعم يسوي ولحن راه بيقوموا بيجوا لعندك بيقولوا لك يا سيد شكري
انت افكارك غريبه. والله شو بدك من شو بدك اسمال اعمل المشاريع وخذها. يعني بصير انا ابو المساعده. انت المرجع. انا المرجع لك وبصير من الوجهاء. ايوه يعني صار لي مستقبل كبير معناته. فاذا يا سيد شكري على بركة الله حنتفق مع هذا الكوه ابو نجيب نبعث له التيب يكويهن وانت بتحاسبهم. لك يا فهمين لا ما بتخلي مرتك ومرت هذا الزغلول يكويهن لا تدفعوا مصوري. شكري يا فندي 4-5 آلاف قطعة فينا اللي احنا نسويهن. طيب ماشي 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 مربوط بس انا من الوجهاء. طبعا واللي يفطى كبر لي الحرف تبعي حط لي يا تكنيكلر. ايه مين من اجى حط لي لون فسفوري عليه. ماشي مشان بالليل يضو عليه. اتفقنا سيد شكري. اتفقنا. انت كلمتك امضى. ايه ان شاء الله. في طلب صغير بس. تفضل. هيدا عباس ايه بدي ابعته كان مشوار على محلات لانه بيعطوا على الاولاد الا ملمنا شويه اغراض. ولك انت بتمون. عباس تعال هون. اعطيه 10 آلاف مشان ياخذ المشاوير. لك تكرم عينك 10 بس. 10 آلاف. 10 بس. تكلم على الله يا سيد شكري. الله الله. شو اشبك؟ وين العشرة؟ معك 10 آلاف؟ شو عرفك بالعباس؟ يلا حبيب قلبي يا عباس. ايه تكلم على الله يا سيد شكري. تكلم على الله يا رب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله معك. حبيب قلبي يا فهمي. يا سلام. مع السلامة. يا سلام على الدنيا كيف صارت؟ الشراشيح صارت عالم. ليك هيدي العشرة بتحطها بالإجة والحق فهمان وشوف شو بده يعمله. يلا روح الكود. أحلى مشروع هذا. شكري شكر الله من وجهاء البلد في مستقبل. لك يا زغلول لك ليش ذهنك سميك؟ أخي لحد هلا ما فهمت عليك. فيك تعدلي من الأول؟ لا خلّى ما بدي إعادة يا زغلول. لحنا لازم نساعد الفقراء والمحتاجين. كيف؟ قلت لي كيف؟ يعني مثلا يا زغلول لما انت بتلم لها في 3-4 اولاد وشي رجال كبير ومرة ختيارة وبطلعوا على البنايات من اول طيبي لاخر طيبي بتضغطوا على البواب وبتلموا شو عندهم نتير عطيقة كبوت جاكيت سكربيني بيبوش شو من كان يكون بتجيبوه. يعني بدك اياه نشحى؟ لك لا. لك شو لك؟ ولما في ناس محتاجين فقرة ما معهم ياكلوا. ايه نحن بنلم هدول وبنرجعن للفقرة والمحتاجين. مزبوط وانا كمان محتاج. ايه بكون عملت خير واخذت ثوابية فيه. بارك الله فيك يا فهمان، والله انت فعيل خير عطول بتفكر بالخير، معك حق. مشان هيك يا زغلول يا ابن الاوادم بدك تشوف فلي. لما البدني. وتقول لها لفلي لانه لما البدني الحم تحرقك حرق وبتقول لها هي تلمم من جيرانها والطبايب والكويسين ويروحوا كمان يبرموا بالاحياء والبيوت وقد ما فيهم بعض المناطق. لا حتى نلم كميه كبيره لانه في ناس كثير محتاجين يذكوا. ايه ونوزعوا للناس. طبعا. ايه. واول المشتركين بالتوزيع حكون انا وياك والسيد شكري وفلي. نمت بدني. ولك نملت لي بدني روقنا ولك هذا غلول. اوعى تطلب مني شو بده يطلع لي وشو تعبي وشو كان ما في منها هيدا. لا 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 ما باخذ منك شيء. هيدا عمل انساني خير بخير. لوجه الله. ولا انا مستعد اشتغل. يعني قد ايه فيها لذه هذا غلول ومنطق ولد صغير. امه ما بقى تاكل بقى. لبس لابني هيك صباط وبنطلون جديد وانبسط. ايه وكيف قد ايه حتدعي لك يا زغلول؟ كثير. فاذا اتقلنا على الله. اتقلنا على الله. هلا انا بقول لفلي لما بدني تروح تلم كل نسوان الحي وتشترك وياهم بلم التياب. ايه ماشي. خلص يا زينب صاي. تفلفل بدني بلعي لها جوزي. شو مو فهمان؟ عادي 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 انا بشرب الشاي هيك. اشرب. هيدا فهمان؟ ايه عنده مشروع. ايه بيعمل فعل خير. ايه يعني هلا بدي اياكي انا انت تروحي تلمي كل نسوان الحي مشان نلم من عنده التياب لعب فساتين صبابيط سكربينات مشان يوزعهم للفقراء
بدي اياكي انت تروحي تهلعي دقدي على كل نسوان الحي وتجمعيهم وتروحي انت وياهم تلموا تياب. لك تكرم عيونك، هلا نسوان البنايه وهيدا الحي والحي الثاني منجيب وحرامات وكل شيء. بدنا نباشر هلا. هلا بنباشر بالموضوع. هلا وبالليل وقبل الليل وبعد الليل. لك تكرم عيونكم طالما الموضوع فيه خير، الله يقدم فيه الخير. نفذل اللي قلت لك عنه كله. لك يا فهمان البيت بطل يسيع تياب، وعلى السطح حطيت وعلى تدخيتي حطيت وبالزويريب حطيت، شو بدنا نعمل فيهم؟ شوف بتلمهم كلياتهم وبتاخد التعبان فيهم على المحل اللي حد القهوة عند شكري. ايه والبيت نضيف شوي بتاخده عند ابو نجيب الكوي. لشو بدي اخده عند الكوي؟ بتخليه كيون وياخد الفاتورة لعند شكري يبعث له اياه. وبركي شكري ما دفع الفاتورة؟ لا انا متفاهم مع شكري يدفع له الفاتورة، لانه بدنا ننتقل لشيء جديد، لانه في بعض الناس يمكن يتضايقوا ويحطوا بانه هدول هيك عم يشحدون انه مش حاضر. يعني اذا كوانيهم فكرون جديد. طبيعي. وهلا قول الدراويش اكثر بحط لهم هيك بسطه ونحط عليها تياب قد ما بدهم ياخذوا ياخذوا غير. طيب انا هلا حروح اخذ شويه تياب لعند الكوى. ايوه. وشوف شو بدنا نعمل. ماشي. وبخلي فلي لما البدن. ايوه. تجيب التاب الباقيين. يا وين روح؟ فهمان؟ ايوه. اسالك وين هي الست قمر؟ ست قمر جلد عم رعاية كان اشتفت نقفة ديب بها اللي يا زغلول مستحت لك فيها الارض هي وكل اهلتي وقلت لها يلا مع وشك عند اهل غوام. لا لا يا فهمان ما بيسوى هيك ضلك تعملها للمرأة. شوف انا ما انت قمر اذا بتطلع بعينها هيك ولا بغير شكال اسا شي مرة بدي اقلع عليها ما بتعرفني انت يا عمو. روح روح عشان بنخلي روح على بيتها قتلها هي واهلك. لك يا خي روح روح انا بخلي روح فلي نمى البدنه تروح تجيبها خاطرك. انت حرقك حرق انت وفل فلفل بدني من فلفل بدني الا انت يا عاطش. لك شو في يا سيد شكري كل شوي بتبعت وراي انا عندي شغل. اي شغل؟ شو هالمصيبة اللي بلقتني فيها يا فهمان؟ أي مصيبة؟ لك هيدا أبو نجيب المكواكجي بعت لي فاتورة كوي التياب اللي جبتوهم تبرعات بسبعة مليون وتلتمية ألف. شو هالمشكلة؟ شو بتفكرك نحن جايبين أربع خمس بناطرين وجاكيتان صرنا لميش 25 ألف طعام؟ هاش بقى؟ لكن ماني دوري بحسيبي انه تلموا كل هالقد. لك هيدا شكري شكر الله هيدا شغله كبيره. لك بدنا نجي نلم لك لعائلتين ثلاثه نحن بدنا نلم لك يجي له شي 10 مليون زلمه ياخذ. وبصير هيك من الوجهاء مظبوط. لك طبعا بس في شغله قل لي شو لذيذه يا شكري خير كبيره قل لي خير. شكري نظري عليه واحد ما كنت رايح عم بالي قال لي يا خي هذا المشروع كبير طالما السيد شكري المحترم عمل الشغلة المحترم قال لها؟ ايه طبعا حلو يعني طلع صيتي انه محترم. بلشت استفدت بدك كثير فهمني عادي. قال لك معقولة في بلاد كثير برا معتزين وتعبانين ما في جمعيات ببلاد برا بتبعت اعانات للبلاد كل بلد بتبعت لبلد لا سيد شكري ما بيبعت لها ثلاث اربع بلاد التعبانين كل واحد كان طرد هيك على شكل البالي بلدان ثلاثة لبلاد برا تبرعات من السيد شكري شكرا المحترم. قلت له ايه لعم جبتها بوقتها قمت انا بدون ما اسالك رحت حبيت لك 31 بلد وبدنا نشحنهم لبرا. مع سيجارة؟ ايه طبعا انا بامرك يا سيد شكري. الحقيقة يا فهمان انت مخلص انت وفي عبيت لي روسي. ايه طبعا انا هيك ناقصني يا حبيبي ناقصني قيمة انا. ايه تحتان هلا تحتان يا سيد تحتان وبتكر على الله يا سيد شكري وبنعمل الشحن وبنبعته. ابعته وحط اسمي مساعدات تقدمه من الكريم المحسن الكبير. لا لكن شو بدك تحط علي؟ شو محسن شو كبير؟ الوجيه المرجع الاول والاخير في هذه المنطقه شكر شكري شكر الله الله يرضى عليك. لك الله يبارك فيك بأصلك ونسبك وفصلك يا فهمان يا انت يا اصيل. اسعد الله مساءك يا سيد شكري. الله يرضى عليك. ما تنسى اسمي حط لي اياه بالفوسفور والتكنيكلر. اسمك انحفر هون بالقلب يا سيد. ما بدي بالقلب بدي على الكروتين اللي بدها تروح لبرا. تصير من الوجهاء. نراك بخير. من الوجهاء اللي لهم قيمه وبصير انا مرجعية البلد كل العالم بيتصلوا فيني أنا.
شوف يا سيد شكري، بلشنا نبيع اي قطعه ب 5000 ليره. ايوه، والصباط ب 10000، وشي ب 5000، وشي ب 2000، وشي ب 3. والشغل مثل النار. ولك خلي هالفقير يعين. برافو عليكم، برافو. استني سيد شكري، هيدا شو؟ لك هدول اللي جبناهم هالله، اللي بعتوا فيهم هلا. اللي بعنا فيهم بس انتقدونا الناس. ليش بقى؟ قال انتوا عم تاخذوا، بدنا نشوف صاحب المشروع الكبير هذا اللي اسمه شكري، يلي هو بس بنتعرف عليه. بس ما حلو يعني اقعد بين الناس بمحل بيلي الوجيه شكري، شكر الله يقعد هيك، ما حلو يا ابني. كيف ما حلو؟ اذا كان بدهم يعرفوا هالقطعه اللي مكلفه كذا وعم بيعونها ب 2000 وب 3000 حكى شكري، بدهم ينبسطوا فيه. يعني مين المساهم الكبير؟ طيب بدي اقول لك، هلا انت وياه قاعدين هون، مين تركين بالمحل؟ لك فله. لما بدل وشو بدي اعمل هلا؟ بدك تطلع انت توقف الوجيه عشان كل ما واحد يشتري قطعه نقول له هذا هو الوجيه الكبير السيد شكري، بيقول لك شريف وممنونينك كثير يا شكري. بيك تفضل يا وجيه. طبعا تفضل. شغل لا انتوا بالاولين. لا 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 جد معقوله هيدا؟ انا بالاول. ولو مين بيمشي بالاول؟ بجر الكافله. الوجيه الوجيه. طبعا الوجيه بتجر الكافله ونحن وراك. يلا اهلا بالوجيه. لك هيدا القميص حلو خرجي. ليك شو حلوه الجرافات. يلا نادي نادي. يلا يا حلوه تعي خدي السكربيده، خلي حماتك ترضى عليكي وتشوفك بالمنام. ولك الف الوفه تعي خدي البلوزه. قرب عدل يا ابو العيله، لبس العيله من البيت. 5000 قميص، 3000 بلوزه، 5000 فستان. يلا يا ابو العيله قرب يا بلاش، قرب عالطيب قرب. ألف علوفة عبيب. 2000 ليرة، 2000 ليرة عبيب. بلاطلين مستوردة من برا. ليك من برا القميص. تفضل شو صاروا هيدا؟ 3000. يلا قرب قرب اغبرنا الفور. يلا تحسب لي هيدا. هاي 3000 ابن البلد انا. 2000 يلا هات 2000 ولا يهمك. يلا مع السلامة. يلا مبروك عليك. قرب يا ابو العيلة قرب. ألف علوفة يا حلوة تحت المستوردة. قرب حد يسدنا حد يسدنا. يي 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 بكهرب الشرطة. اجت الشرطة. بلي لما بدلي. يا حبيبي يا حبيبي على هالمساعدات، او المساعدات خيرية، منلم التياب ببلاش وبنبيعه. شو عليه؟ والله شغلة ربيحة. ولك احسن من القهوة. لا هيدي الحديقة والجنينة لازم نعملها مستودع بس للتياب. ساعتين 3680. شوفي 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 دخيلك انت. شوفي يا شكري. لك شوفي اللي اجت الشرطة. شو بدهم؟ وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك. شو بدهم؟ جايين ياخذونا وعلى الحبس. ياخذوك لكم. شو اللي علي انا؟ اذا انت عم تبيع ثياب المساعدات. ما انتم عم تبيعوها ما انا. ما انت اللي جبتون. انا جبتهم. يعني انتم بكم مسؤولين. يا عزيز بس دخيلك يا عزيز. بيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي، شكري وزغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشي. جينا تيبين سنك ونشيل همومك عنك، لو اخدوا الفرحة منك معنا بالصف غاشي. عجبي بيتك زهقان مش حاسس في شي ماشي، شكري وزغلول وفهمان رجعوا يطلوا عالشاشي. رافقناكم كنت صغار ضحكي حلوة وخبرية، وهلأ لما نصرت كبار جينا تنزيد شوي. من قالت نصر فهمان وزغلول البعد وزعلان، شكري الأبخل من زمان
البرامج لو صاروا كتار بعد ما بقود الضحكة حاجي مهموم ومحتار رح تضحك لما نحكي قديمك صار جديدك مول الريموت بيدك نحي محطة البسيدك بسمي حلوة حلوة